المسلسل ده عن قصة حقيقية حصلت في الثمانينات في الاتحاد السوفيتي، عن أكبر كارثة إشعاعية في القرن اللي فات. بيبدأ مسلسلنا براجل بيسجل مذكراته على شرايط كاسيت، وبيقول إن اللي حصل في تشيرنوبل كان فظيع جدا، وإن الحل نفسه كان أصعب من الكارثة نفسها. وبيجمع كل الشرايط وبيبص من الشباك بيلاقي واحد بيراقبه، فبيلف الشرايط بورق جرايد وبيحطهم في سلة الزبالة وبيخرج علشان يفضيها، ولما بيتأكد إن محدش شايفه بيطلع الشرايط وبيخبيها، وبيدخل بيته تاني وبيظهر إن المنديل بتاعه مليان دم، وبيطلع فوق كرسي وبينتحر. وبنرجع لورا سنتين في شمال أوكرانيا السوفيتية، وواحدة بتشوف انفجار من الشباك، وبعدها بنشوف العمال وهم مش فاهمين ايه اللي حصل، فبيأمرهم رئيسهم انهم يحاولوا يبردوا نواة المفاعل علشان يسيطروا على الحريقة، فبيرد عليه واحد من العمال انهم قفلوها خالص بس ايد التحكم لسه شغالة، لكن الرئيس بيقول انه متأكد ان مفيش حاجة غلط، وما بيصدقش غير لما بيتأكد بنفسه ان حصل انفجار في المفاعل، فبيتصل بالمدير علشان يلاقي حل، وبيقول للعمال يخرجوا غاز الهيدروجين من المولدات ويحطوا مية في النواة وبيروحوا للمفاعل بنفسهم. وبيخرج الرئيس وبيشوف أحجار سودا مشعة منتشرة في كل مكان، وبيتم استدعاء كل رجال الأطفاء في البلد، وبتطلب ليوديميا من جوزها إنه ما يروحش، لكن بيقول لها إنه ما يقدرش يخالف الأوامر خاصة إن كل أصحابه رايحين. وبيروح واحد من العمال ياخد كشف للإشعاع، وبينصدم لما بيقرأ الرقم اللي طلع، وبيكون رقم ضخم جدا، وبيشوف وشه بيظهر فيه حرق، وبيبدأ بقية العمال تخاف، وفي منهم اللي بيتخنق وبيتشوهوا تماما والدم مالي وشهم. وبيرجع الرئيس وبيسألهم لو رفعوا كل ايد التحكم لضخ المية ولا لأ، فبيقولوا له ان في ايد مش راضية تطلع ومش عارفين السبب، فبيطلب من اتنين من العمال ينزلوا يشوفوا المشكلة. وبتوصل عربيات المطافي للانفجار، وبيشوف واحد من رجالة المطافي حجر اسود على الارض فبيمسكه، وبيكون مستغرب من شكله، وبعد شوية ايده بتحرقه. وبعدها بنشوف ثلاث عمال وهم داخلين اوضة المفاعل، وبيلاقوا حريقة كبيرة جدا، وبيبدأ الاشعاع يحرقهم فبيهرب اتنين منهم، اما التالت فجسمه كله بيتشوه وبينزف من كل حتة. وبنشوف ناس من العامة بيتفرجوا على الانفجار وبيوصل لهم الاشعاع، وبيطلب رئيس العمال ان عمال الشفت الصباحي لازم يجوا دلوقتي. وبيوصل كبير المهندسين وبيحقق مع رئيس العمال، فبيقول له رئيس العمال انهم عملوش حاجة غلط واللي حصل خارج عن ارادتهم، وبيطمنه ان كل حاجة زي الفل. وفي اوضة تحت المفاعل ضد الاشعاع بيجتمع كبار الموظفين بلجنة من الحكومة علشان تعرف اللي حصل، فبيقول لهم كبير المهندسين ان الحوار مش كبير، فبيقولوا له انهم مش اغبياء، وبيعرفوه ان الاشعاع هيطول المدينة كلها، وبيقول لهم راجل عجوز ان الدولة مش عاوزة حد يعرف حاجة، وان مهمتهم دلوقتي يعزلوا المدينة كلها لحد يدخل ولا حد يخرج، ولازم يقطعوا اي اتصالات علشان الموضوع ما يتنشرش، وبعدها بيخرجوا كلهم. وبيدخل واحد من رؤساء العمال لكبير المهندسين واتنين معاه، وبيعرفهم ان كشاف الاشعاع الكبير انفجر لما شغلوه، فاستخدموا واحد تبع الجيش ووصل لاخر رقم يقدر يجيبه وما قدرش يكشف الباقي، وبيتصاب واحد من اللي جوه وبيقع من التعب بسبب الاشعاع. وبيوصل اتنين عمال لمضخات المية وبيفتحوها وهم مش قادرين، وبعدها بيطلع رئيس العمال للسطح وبيلاقي ان نواة المفاعل انفجرت فعلا، وبيبدأ وشه يتحرق، وبنشوف الجنود وهم ناقلين الراجل اللي تعب للمستشفى، وهناك الناس كلها كانت بتقع وبيجروا في كل مكان. وبتصحى دكتورة الطوارئ في المستشفى وبتلاقي عربيات اسعاف كتير جاية المستشفى، وبنشوف العالم فاليري الغاسوف نائب مدير معهد كوراتشوف للطاقة الذرية، وده اللي شفناه في اول المسلسل وهو صاحي من النوم على تليفون من بوريس تشربينا نائب رئيس مجلس الوزراء، وبيبلغه ان في حادثه حصلت في محطه تشيرنوبل للطاقه النوويه، فبيساله لغاسوف عن الوضع، فبيرد عليه انه ما يقلقش انه مجرد حريق في الخزانات، وبيساله لغاسوف عن النواه فبيقول له انهم بيحطوا فيها ميه بشكل مستمر، وان قراءه الكاشف بسيطه، وان النائب العام عمل لجنه علشان يحل المشكله وهو واحد منهم، والاجتماع هيكون اتنين بعد الظهر. وبعدها بنشوف العمال اللي عند مضخات الميه شغالين وهم بيموتوا بالبطيء، وعلى مسافة كبيرة من المفاعل بنشوف الطيور بتقع من السماء وهي بتموت. وفي بيلاروسيا جوه معهد الطاقة النووية بنشوف الدكتورة أولانا خوميوك وهي نايمة، وبيدخل عليها مساعدها وبيصحيها، وأول ما بيفتح الشباك جهاز إنذار النشاط النووي بيشتغل، فبتاخد عينة من على الشباك من بره وبتروح تحللها، وبتطلع النتيجة إن اليود منتشر في الجو وده بسبب انفجار حصل في نواة. فبيستغرب المساعد وبيسألها لو الأمريكان السبب، فبتقوله لأ ده بسبب مفاعل نووي، وبتتصل بكذا محطة لغاية ما بتعرف إنها من تشيرنوبل. وبعدها بنشوف عربيات إسعاف كتير بتوصل للمستشفى ومليانة ناس كلهم عندهم تشوه بسبب المفاعل، والأمر وصل إن فريق المطافي كله موجود بسبب اللي حصل، فبيقلعهم الممرضات هدومهم وبيرموها في المخزن، بس الإشعاع بيكون انتقل لهم خلاص. وبيقف أهل المصابين بره المستشفى وبيكون عاوزين يدخلوا بالعافية، لكن البوليس بيمنعهم وبتقدر ليوديميا تدخل علشان كانت عاوزة تطمن على جوزها. وبنشوف دكتور لغاسوف وهو مستني علشان يقابل نائب رئيس مجلس المدينة، وبتيجي السكرتيرة وبتديله تقرير المفاعل، ولما بيقراه بيتصدم
وبيدخل للجنة وبيلاقي نائب الرئيس غورباتشوف ومعاه مجموعة من رجال الدولة، وبيناقشوا تقرير نائب رئيس الوزراء تشربينا، وبيقول لهم نائب الرئيس ان مفيش اي خسائر ومفيش حاجة حصلت للمفاعل. فبيعترض ليغاسوف وبيقول لهم ان التقرير ده غلط، وان التقرير اللي معاه بيبين ان واحد من المطافي ايده اتحرقت بسبب الجرافيت، والمفاعل انفجر فعلا، وان القارة كلها في خطر هيخلص عليهم ومش هيتخلصوا منه ابدا حتى بعد 100 سنة ولا حتى 50,000 سنة. فبيقرر نائب الرئيس ان ليغاسوف وتشيرمينا يروحوا تشيرنوبل وبعتوا له تقرير بسرعه، وبعدها بياخدوا طياره وبيروحوا لتشيرنوبل. واليوداميا بتفضل تدور على جوزها في المستشفى، فبيقولوا لها انه بيتنقل مع فريقه لموسكو، وفي الطياره بيشوف ليغاسوف دخان اسود كتير جدا خارج من المفاعل، فبيقول لتشيرمينا ان المفاعل فعلا انفجر. فبيطلب تشيرمينا من الطيار يقرب من المفاعل، فبيقول له ليغاسوف انهم لو قربوا اكتر هيموتوا خلال اسبوع، فبيبعدوا بسرعه عنه. وفي الحزب الشيوعي البيلاروسي في منسك بتوصل دكتور اولانا علشان تقابل نائب الوزير جرانين، وبتطلب منه يوزع حبوب اليود المستقر ويخلي المدينة كلها وإلا ناس كتير هتموت، لكن هو بيتريق عليها وبيرفض وبيقول لها انه اطمن ان مفيش حاجة حصلت. فبتخرج وبيدي حبوب اليود للسكرتيرة وبتمشي، وبيوصل لغاسوف وشربينا وبيقابل شربينا كبير المهندسين والمساعد بتاعه، وبيقولوله ان لغاسوف كذاب ومفيش اي حاجة حصلت. فبيؤمر واحد من رجالته يقرب من الانفجار بعربية متغطية برصاص علشان يقيس الإشعاع، وفعلا بيتأكد ان الإشعاع عالي جدا وانه اكبر من قنبلة هيروشيما وهيزيد كل ساعة. فبيسأل ليغاسوف ازاي طفوا الحريقة، فبيرد عليه ان الحل الوحيد انهم يغطوها ب5,000 طن رملة وبروم، وبيقبضوا على كبير المهندسين ومساعده. وبتعرف اولانا باللي بيعملوه وبتقرر انها تروح لتشيرنوبل، وبيرفض شربينا يخلي المدينه، وبتوصل الطيارات بالرمل والبرون وبينزلوا 20 حمولة، وبيفرح شربينا، لكن ليغاسوف قال له ما تفرحش احنا قريبين من مفاعل وكمان 5 سنين هيموتوا. وبيوصل تليفونه بيبلغوا تشيرمينا ان الاشعاع وصل للسويد والمانيا وامريكا، وعرفوا ان تشيرنوبل هو مصدر الاشعاع ده، وبيتم اخلاء المدينه، وبتطلع اتوبيسات كتير جدا بالسكان من المدينه. وفي الوقت نفسه بيوقف كمين شرطه الدكتوره اولانا وبيقولوا لها ان الدخول ممنوع، لكن هي بتصمم انها تقابل المسؤولين، فبياخدها الضابط علشان تقابل ليغاسوف وتشيرمينا، وبتفهمهم ان استخدام الرمل كان غلط كبير لان خلال يومين المفاعل حرارته هتزيد والضرر هيكون اضعاف اللي بيحصل. وبعدها بيطلب نائب الرئيس من ليغاسوف وشربينا انهم يقولوا تقريرهم عن اللي حصل. فبيقول ليغاسوف ان في خبرين، واحد وحش وواحد كويس. الكويس ان الاشعاع قل بنسبه بسيطه بسبب الرمله، اما الوحش بقى ان الرمله بسبب اليورانيوم هتبقى مخلفات اشعاعيه وحمم بركانيه. وبتكمل الدكتوره اولانا الكلام وبتقول لهم ان الرمله هتنزل لخزانات الميه والميه هتتبخر وهيحصل انفجار عظيم هيوصل ل 200 كيلومتر، والمفاعلات الثلاثه اللي فاضلين هيتدمروا، وساعتها كل اللي في كيف هيموتوا ونص سكان منسك، وبعدها الاشعاع هينتشر بصوره فظيعه وهيوصل لكل دول الاتحاد السوفيتي وممكن البلاد اللي حواليها، وما ينفعش يعيشوا فيها مره تانية، وكل ده هيحصل خلال يومين او ثلاثه بالكتير. وبيقول لهم ليغاسوف ان في حل انهم يضحوا بثلاثه كانوا شغالين هناك وعارفين الطريق كويس ويفتحوا الميه، بس هيموتوا بعد اسبوع. وبعد 58 ساعه من الانفجار بيكون ليغاسوف وشربينا في اجتماع مع عمال المفاعل، وبيحاولوا يقنعوهم بالتطوع للمهمة دي. فبيقوم 3 من العمال الشجعان وبيقبلوا يموتوا علشان الملايين يعيشوا، وبعدها بيبدأوا يجهزوهم ببدل مقاومة للإشعاع، وبيفضلوا ماشيين في المية لغاية ما بيوصلوا للأنابيب، وبيقدروا انهم يقفلوا المضخات بتاعة المية، وبيطلع الثلاثة المتطوعين وبيفضلوا يسقفوا لهم. وفي موسكو بتوصل ليوداميا للمستشفى علشان تشوف جوزها، وبتدخل تزوره رغم ان الزيارة ممنوعة. وبيوصل تقرير عاجل لليغاسوف ان النار في المفاعل بدأت تهدى، لكن عنصر الزركونيوم بيعلى وده معناه ان الموضوع بيكبر. وبعدها ليوداميا بتسمع جوزها هو بيصرخ من الألم وبيطلعها الممرضات بره بسرعة، وبيتصل شربينا بنائب الرئيس وبيقول له ان النار اللي في المفاعل قربت تطفي، لكن الوقود هيقدر يخترق جدران المفاعل ويختلط بمية جوفية متصلة بنهر بريبات وممكن يموت كل السكان، والحل الوحيد علشان يوقفوا الكلام ده انهم يجمعوا كل النيتروجين السائل اللي موجود في الاتحاد السوفيتي. فبيقول له نائب الرئيس خلاص اتصرف بس لازم تحل الموضوع ده، وبيخرج تشيرمينا وليغاسوف يتمشوا، وبيسال ليغاسوف ايه اللي حصل للغواصين ورجال المطافي واللي هيكونوا في اوضه التحكم. فبيرد عليه انهم هيعيشوا في حاله من الالم الشديد وبعدها هيموتوا، وبيشاور له على 2 واقفين وبيقول له انهم بيراقبونا من اول ما جينا. وبعدها بيتكلم ليغاسوف مع الدكتوره اولانا وبيقول لها انهم لازم يعرفوا سبب اللي حصل في المفاعل لان اللي حصل ده مش طبيعي ابدا، وبيقترح عليها تروح تقابل العلماء اللي كانوا شغالين في المفاعل وياريت بسرعه علشان يلحقوا يعملوا حاجه. وبعد كده بيروح وزير صناعات الفحم لعمال مناجم الفحم وبيطلب 100 واحد ويجيبوا حاجاتهم معاهم ويركبوا العربيات، فبيرفضوا. فبيقول لهم انهم هيروحوا تشيرنوبل لان وقود المفاعل هيوصل للميه والحكومه عاوزاهم،
علشان يوقفوا ده يحصل، فبيوافق العمال وبيمسحوا ايديهم فيه وبيعرفوه ان كده بقى وزير صناعات الفحم فعلا. وبتتنكر اولانا في لبس ممرضة وبتدخل لواحد من العلماء المستشفى وبيرفض يكلمها، وبيوصل عمال الفحم للغاسوف وبيشرح لهم انهم المفروض يحفروا نفق تحت المفاعل علشان يحطوا فيه جهاز النيتروجين السائل، وقدامهم 6 أسابيع بس لو مش عاوزين يموتوا. وفعلا بيبدأوا يشتغلوا على طول. وبتروح اولانا العالم تاني في حالة سيئة جدا وبيوافق يحكي لها كل حاجة. وبنشوف ليوديميا بعد ما جوزها دخل في مرحلة سيئة جدا، وبتسأل اولانا العالم ليه ما داسوش على زرار الطوارئ AZ5، فقال لها انهم داسوا عليه بس لما داسوا المفاعل انفجر، وبيكون مش عارف السبب فبتشكره اولانا وبتسيبه. وبتشوف ليوديميا وهي ماسكة ايد جوزها فبتدخل تسحبها لبرا وبتقول لها انها حامل واللي حصل ده غلط وهتعرف الناس كلها. فبيدخل عليهم 2 من المخابرات وبيقول لها هم عارفين هي مين وعاوزين يعرفوا هتقول ايه للناس. وبيروح لغاسوف وتشربين علشان يقدموا تقريرهم للرئيس. وبعد الاجتماع بيطلب لغاسوف من مدير المخابرات يفرجوا عن اولانا، فبيقول له انت المسؤول عنها، فبيروح يقابلها وبتقول له ان المفاعل انفجر بعد ما داسوا على زرار الطوارئ وانها هترجع علشان تتكلم معهم تاني. وبيموت جوز ليوديميا وبيدفنوه تحت خرسانة مسلحة. وبتروح ليوديميا وباين عليها الحملة تأجر أوضة في أوكرانيا السوفيتية. وبعدها بنشوف مجموعة من الناس لابسين بدل مقاومة الإشعاع وبيقيسوا نسبة الإشعاع في الأراضي والغابات حوالين تشيرنوبل. وبيروح لغاسوف اجتماع مع شربينة وبيكون معهم العميد، وبيسألوا لغاسوف لو يقدر يغطي المفاعل، فبيقول لهم إن ده موضوع صعب جدا لأن أي حد هيقرب هيموت، خاصة إن في جرافيت كتير منتشر وما ينفعش إنسان يروح هناك وممكن روبوتات بس، وإن المنطقة ماشا أقرب منطقة للمفاعل وعلشان يدخلوها يجيبوا لها روبوت من ألمانيا. وبعد كده بنشوف مخيمات المتطوعين لإزالة آثار الإشعاع. وبيوصل دفعة جديدة وبيعرف ضابط واحد جديد انهم مسؤولين قتل الحيوانات لانها مصابة بالاشعاع. وبعدها بنشوف دكتورة اولانا في مكتبة جامعة موسكو الحكومية وبتطلب من امينة المكتبة وثائق مهمة، لكن بيجي ضابط وبيقول لها انها ممكن تشوف الوثيقة دي بس. وبتبدأ الحكومة تطهر البلد كلها من الاشعاع. وبنشوف لغاسوف ومجموعة من العلماء بيحركوا روبوت في اتجاه المفاعل. وبترجع اولانا للمستشفى علشان تسأل العالم اللي رفض يكلمها عن اللي حصل، لكن برضه بيرفض يساعدها. وبيبدأ المتطوعين يقتلوا الحيوانات علشان يدفنوهم في حتة بعيدة، وبيطلب الضابط انهم يقربوش منهم زيادة. وفي سبتمبر 1986 بيوصل الروبوت الألماني وبيتحرك ناحية المفاعل وبتكون كل حاجة كويسة وشايفين الصورة واضحة، ومرة واحدة الصورة بتختفي فبيتعصب شربينة وبيتصل بالإدارة وبيعرفهم ان الروبوت باظ بسرعة جدا وبيكسر التليفون. وبعدها الإدارة بتبلغوا انهم قالوا للألمان ان نسبة الإشعاع 2000 بس وما كانوش يقدروا يقولوا الحقيقة. وبعد اجتماع لغاسوف وشربينة والعميد وصلوا انهم لازم يبعتوا بشر علشان ينضفوا قلب المفاعل من الجرافيت المشع، ولو معرفوش ساعتها نسبة الاشعاع هتبقى ضعف نسبة اشعاع هيروشيما. وفي شهر اكتوبر 1986 بيوصل عدد كبير من الجنود المتطوعين وبيلبسوهم بدل مقاومة للإشعاع وبيروح ناحية المفاعل في مجموعات، وكل مجموعة بتقعد دقيقة ونص بالظبط وبتخرج وبتدخل اللي بعدها، وكان كل مهمتهم انهم يبعدوا الجرافيت من على المفاعل. وبعدها بنشوف ليوديميا وقت ولادتها فبتتجمع عليها الستات علشان يساعدوها. وفي شهر ديسمبر 1986 بتدخل الدكتورة اولانا مبنى قديم وبتلاقي لغاسوف وشربينة مستنيينها، وبيقول لها لغاسوف ان الموظفين اللي كانوا في المفاعل هيتحكموا والمحكمة طلبت شهادتهم، بس قبل ما ده يحصل هيروح لغاسوف لمركز الطاقة النووية في فيينا علشان العالم كله يعرف اللي حصل. فبتقوله يبقى المفروض تعرف اللي حصل فعلا، وبتديله جدول لكل حاجة حصلت. فبيسألها شربينة هم فعلا مذنبين؟ فبتقوله ايوه لانكم مهملين، لكن هم داسوا على زرار الطوارئ بس المفاعل موقفش. فرد لغاسوف عليها وقال لها ان واحد صاحبه حذر قبل كده بان الزرار فيه مشاكل، لكن الحكومة رفضت تعترف ان الصناعة السوفيتية فيها مشاكل. فبتقول له اولانا انه لازم يواجههم باللي حصل، وده لان لسه في 15 مفاعل تاني وممكن الغلط ده يكون موجود فيهم كلهم. فبيقول لها تشربينة انهم ما يقدروش يعملوا كده وإلا هيتقتلوا كلهم وكل اللي بيحبوهم. وبتقول لهم انها حصلت حاجة غريبة، انها شافت واحدة بتلمس جوزها المشاع بس عرفت انها خلفت وبنتها ماتت بعد 4 ساعات بس، وده لانها سحبت الاشعاع بدلها، والبلد دي الاطفال بينقذوا اهلهم، ما جاش الوقت بقى علشان احنا ننقذهم؟ وبينتهي المتطوعين من تنظيف المفاعل من الجرافيت وبيرفعوا عليه علم الاتحاد السوفيتي كدليل على انتصارهم. وبنرجع بالزمن ليوم 25 ابريل قبل حدوث الانفجار ب 12 ساعة وبنشوف المسؤولين عن المفاعل النووي وهم بيتكلموا عن تجربة بيعملوها علشان يزودوا امان المفاعل النووي الرابع عن طريق خفض الطاقة ل 1600 ميجا وات. وبيقول لهم كبير المهندسين انهم لازم يوقفوا التجربة دي لانه خايف من اللي ممكن يحصل في المفاعل بسببها. فبيقول للمساعد بتاعه ان كل حاجة زي الفل وما يقلقش،
وفي مارس 1987 في موسكو بيشتري لغاسوف الجرايد، وبيلاقي واحد وراه بيطلب انه يروح معاه، وبعدها بيوصلوا العربية وبيدخل فبيلاقي رئيس المخابرات السوفيتي وبيعرفوا ان الحكومة مبسوطة باللي عمله علشان حسن صورتهم في مؤتمر فيينا قدام كل الدول الكبيرة، لانه قال ان تشيرنوبل كان بسبب خطأ في المشغل مش اكتر، وبيديله ورقة مكتوب فيها انه هيتم منح وسام الدولة العليا وهيتعين في اكبر مؤسسة علمية في الاتحاد السوفيتي، بس بشرط انه يشهد بنفس الكلام ده في المحكمة. فرد عليه لغاسوف انه ما قالش كده في المؤتمر الا لما وعدوا انهم هيصلحوا الغلط الصناعي ده، وبقالنا شهور ومفيش حاجة حصلت، وبعد كده بيمشي وبيرجع لغاسوف على بيته علشان يراجع شوية ورق، لكن بيلاقي ان شعره بيقع بسبب الاشعه اللي اتعرض له، وفجأة حد بيخبط على الباب وبيلاقيها الدكتورة أولانا، وبتحاول تقنعه انه يقول الحقيقة في المحكمة، وبتعرفه ان المحكمة دعت لجنة علمية علشان تراقب المحاكمة، وهم اكيد هيضغطوا على الحكومة علشان تصلح المشكلة. فبيقول لها لغاسوف انت فاكرة انهم مش عارفين الحقيقة، وانه لو اعترف مش هيضر غير نفسه. وفي يوليو سنة 1987 في مدينة تشيرنوبل بتبدأ المحاكمة، وشربينا بيتهم كبير المهندسين والمساعدين بتوعه بتهمة الاهمال وعدم عمل اي صيانة لمضخات المية، وبتقول أولانا تجربة الامان اللي عملوها علشان ينزلوا انتاج المفاعل للنص كانت ممكن تنجح، بس قبل ما يعملوها جالهم مكالمة من رئيس شركة الطاقة الكهربائية في كييف بيبلغهم انه ما ينفعش يخفض الطاقة لنص الليل، ولما وصل الشفت المسائي ما كانوش فاهمين اي حاجة وما كانش قدامهم غير التعليمات المكتوبة، لكن حصلت كارثة. وبيجي الدور على لغاسوف وبيبدأ يشرح لهيئة المحكمة ازاي بيشتغل المفاعل بطريقة علمية، وان لما المفاعل فضل 10 ساعات بيشتغل بنص الطاقة الكهربائية بس ده خلى عنصر الزنون ما يتحرقش. وبعدها بنشوف العمال في غرفة التحكم وبيقول لهم الرئيس انهم لازم يعملوا اللي مكتوب، ولو ما عملوش كده هيطردهم وهيمنعهم يشتغلوا في اي مفاعل تاني، ورفعوا طاقة المفاعل فجأة. فبيعترض النائب العام لان لغاسوف ما كانش موجود معاهم علشان يعرف اللي حصل، فبيرد عليه ان كل الموظفين شهدوا على رئيسهم انه هددهم بالطرد لو ما نفذوش الكلام. وبعد كده القاضي بيدي 30 دقيقة راحة، وبيقعد لغاسوف مع شربينة وبيلاقيه بيكح كتير، وبيقول له شربينة انه بيكح دم كتير وهيموت خلال سنة. وبعدها بيرجعوا لقاعة المحكمة بيكمل لغاسوف شرح وبيقول لهم ايه اللي حصل لما رفعوا حرارة المفاعل، ولما المهندس خلاهم يكملوا التجربة بالعافية الطاقة زادت بسرعة جدا، ودايما في زرار موجود في اي مفاعل علشان يقفلوه لما يكون في اي خطر، لكن بسبب خطأ في التصنيع والحكومة علشان ما تعترفش بغلطها فالزرار بدل ما يوقف المفاعل سرع عملية ارتفاع الحرارة فانفجر على طول. فبيقول له القاضي بس ده مش الكلام اللي قلته في مؤتمر فيينا، فبيرد عليه انه كان متفق مع المخابرات انه يكذب، ولو ما حلوش المشكلة مفاعلات البلد كلها هتتدمر. وبعد المحكمة بتقبض المخابرات على لغاسوف وبيقول له رئيس المخابرات انه مش هيقتله، لكن عقابه انه هيتحبس في بيته لا يتكلم مع حد ولا يشوف حد، وكل حاجة عملها ينسبوها لناس تانية. وبعدها بيسأل لغاسوف لو شربينا وقولانا عارفين اللي قاله في المحكمة، فبيرد عليه محدش يعرف، فبيعرفه رئيس المخابرات انه عمره ما هيشوفهم تاني. وبعد التحقيق بيشوف شربينا وقولانا بيبص عليه من بعيد وهم زعلانين، واتحكم على المهندس ومساعدينه بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنين. وسنة 1988 انتحر لغاسوف، وبسبب كده الشرايط اللي كان بيسجلها بقت بتتنقل وسط علماء الاتحاد السوفيتي. وبعد ما مات المسؤولين اكدوا ان فعلا في عيب في صناعة زرار الطوارئ وصلحوا المشكلة علشان ما يحصلش زي ما حصل في تشيرنوبل. وفي 1990 مات شربينا بعد 4 سنين من الحادثة. الفيديو ده كتبه احمد طارق ومنتجه مصطفى بجميل، وما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة زيتونة المسلسل وتفعلوا الجرس علشان توصلك كل ملخصات المسلسلات.